بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا مادة الإملاء للصف الأول متوسط متوسط الإكنان الأهلية. عندنا اليوم الموضوع ألف التفريق بالإملاء. شنو ألف التفريق؟ ألف التفريق هي ألف زائدة شبيهة تكتب ولا تلفظ، تلحق منه تلحق الضمير واو الجماعة، ويا من تجي ويا واو الجماعة تأتي مع الأفعال الماضية مثل كتبوا باعوا، وينها هي هياتها هاي ألف التفريق، ويا من جاية هي شنية هي ألف زائدة تكتب نكتبها بس ما نرفضها، تلحق منه تلحق هذا واو الجماعة ماشي، تأتي مع الأفعال الماضية مثل شو الأفعال الماضية؟ كتبوا، وينها هياتها باعوا، كتبناها بس ما لفظناها، لحقت منه لحقت واو الجماعة مثل الأفعال الماضية كتبوا درسوا شربوا أكلوا ناموا لعبوا ماشي. تجي بعد ويا من؟ ويا الأفعال المضارعة. الأفعال المضارعة إذا دخلت عليها أدوات النصب أو جزم يعني المنصوبة والمجزومة مثل شنو؟ لم يكتبوا هي تباعوا، هاي ألف التفريق ويا من جتي ويا واو الجماعة، مثلا لم يكتبوا لم يدرسوا لم يلعبوا لم يناموا لم يشربوا. وبعد ويا من؟ تجي ويا الأفعال المضارعة المنصوبة مثلا لي يكتبوا هي تباعوا، كتبناها بس ما لفظناها، ويا من جتي ويا واو الجماعة، لي يكتبوا لي يدرسوا لي يلعبوا لي يشربوا لي يناموا. بعد يا من تجي؟ تجي مع الأفعال الأمر مثل اكتبوا هي تباعوا، اكتبوا يعني شنو؟ كتبناها بس ما رفضناها، ويا من جتي ويا واو الجماعة، اكتبوا ادرسوا العبوا اشربوا ناموا اذهبوا، ويا من جتي ويا الأفعال الأمر هي هاي مكتوبة بس ما نلفظها، ويا من تلحق واو الجماعة. زين شنو الغاية من ألف التفريق؟ ليش؟ الغاية من ألف التفريق هي التفريق بين واو الجماعة وحرف العلة الواو. الغاية من عدها نفرق بين واو الجماعة هي اللي تلحقها ألف التفريق وبين حرف العلة الواو. هسا رح نجي فروقات بين واو الجماعة وحرف العلة الواو. أول واو الجماعة شبيهة واو الجماعة، أولا إذا دخلت إذا حذفت من الكلمة الواو الجماعة هذه الألف ماشي ألف التفريق، إذا حذفت من الكلمة لا يتغير معناها. شلون؟ مثل سافروا سافروا سافروا، من حذفناها إيش صارت؟ سافر، لم يتغير المعنى، تغير معناها؟ لا. زين ثانيا تدل على الجمع فقط، تدل على الجمع فقط مثل شنو؟ يدرسوا الأبو، يعني تجي ويا الجمع فقط، هاي ألف التفريق واو جماعة تجي مع الجمع فقط مثل شنو؟ يدرسوا الأبو يشربوا يناموا اكتبوا العبوا ماشي، تأتي مع الجمع فقط. ثلاثة هي ضمير متصل بالكلمة تعرب فاعلا مثل شنو؟ رح أعطيكم مثال، مثلا ادرسوا بجد. نجي على ادرسوا ايش نعربه؟ نعربه فعل امر مبني على ايش؟ مبني على الضم. ليش مبني على الضم؟ لاتصاله بواو الجماعه. والواو ايش نعربه؟ جانا فعل، ورا الفعل شي يجي نحتاج فاعل، ايش راح نقول؟ والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. هسه خلصنا من واو الجماعه، نجي على الواو اللي هي حرف العله، مو واو جماعه، الواو اللي هي حرف العله، نجي عليها اولا اذا حذفت من الكلمه، الواو اذا نحذفها راح نشيلها من الكلمه، شو يصير؟ يتغير معناها، المعنى راح يتغير، مو مثل واو جماعه، واو جماعه حتى لو نحذفها نشيلها ما راح يتغير المعنى، بس واو حرف العله اذا حذفناها من الكلمه راح يتغير المعنى. شوفوا مثلا يسمو، من حذفناها ايش صارت؟ يسم، المعنى تغير، يعني صار معناها مو مفهوم. شنو يسم؟ من شلنا الواو تغير المعنى، عكس واو الجماعه، من نشيل الواو يبقى المعنى واضح، مجرد حذفت الواو. بس واو حرف العله من راح نشيله راح يتغير المعنى. ثانيا تدل على جميع الحالات، واو جماعه مو بس تجي مع الجمع، واو حرف العله لا ما تجي مع الجمع، ويا من تجي؟ تدل على جميع الحالات مثل مفرد ومثنى وجمع.
رح نعطيكم مثال على المفرد، يعني شلون رح تجي المفرد. يسمو هياته هي، يسمو الطالب الى النجاح، ها هنا جتي ويا المفرد. بعد خشوف شلون تجي المثنى، يسمو الطالبان الى النجاح، هاي شنو جتي ويا المثنى. ثلاثة، يسمو الطلاب الى النجاح، ها هنا جتي ويا من، جتي ويا الجمع. يعني واو حرف العلة تجي مع جميع الحالات سواء كان مفرد او مثنى او جمع. واو جماعة لا، من اسمها واو جماعة تأتي مع الجمع فقط. ايش قلنا؟ قلنا واو جماعة هي ضمير متصل، يعني متصل متصلة بالفعل. هنا الواو حرف علة هي ليس ضمير، وانما هي حرف من احرف الكلمة وليس لها اعراب. ان شاء الله بالدرس الجاي نحل التمرينات.